السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن مستقبل لعبة تاور أوف فانتزي والأشياء المجنونة التي سيضيفونها في التحديث القادم. صدقوني يا جماعة سوف تسمعون إضافات ستغير اللعبة بالكامل. قبل أن نبدأ نتسلى كل شرك لنصل 50,000 مشترك في أقرب وقت، وبدون إطالة في الكلام فلنبدأ. سأتكلم عن التحديث القادم 2.0 وأيضا 2.2، وهذين التحديثين وصلوا إلى النسخة الصينية بالفعل، لذلك نعرف ما ينتظرنا، وصدقوني تنتظرنا أشياء مجنونة. أول أهم شيء أنا سننتقل لكوكب جديد كامل وهو فيرا. هذا الكوكب سوف يكون كبير جدا وفي طريقة جديدة للإكسبلوريشن والحصول على عملة اللعبة، وأيضا بوسات جديدة والبيئات فيه صحراوية وجميلة جدا. وفي هذا المكان سوف يكون هناك الهرم الذي سيكون السايبر بليس الذي تدخل فيه، ويكون مكان متطور جدا، وهذا المكان سيحتوي على الكثير من الكونتنت يا جماعة، الكثير من الميني جيمز وال الأشياء التي يمكن تشتريها هناك، وستورز وعملات جديدة وأشياء تستعملها في اللعبة، وسيستمز كثيرا، وحتى سباق سيارات سوف يتم إضافته في ذلك المكان. نعم كما سمعتني، مود كامل لسباق السيارات يمكن أن تلعب به وتستمتع مع أصدقائك، وقد يكون فيه مود رانكد لكي يصبح الأمر تنافسي أكثر مع الناس. هذا المكان الكبير يمكن أن تقوم بإكسبلوره بحرية، والشيء الجميل أنه لا يزال يصبح أكبر، لا تزال الشركة تضيف أشياء كثيرة فيه. غير هذا المكان ايضا في 2.2، ليس التحديث القادم ولكن اللي بعده او اللي بعده سوف تتم اضافة اندر ووتر زون، او مكان تحت الماء ضخم جدا، يكون فيه ميكانيكس جديدة لطريقة اللعب، مكان كبير لكي تقوم باكسبلوره، مكان جميل جدا يا جماعة، يمكن ان تكون من الصعب عليك ان تتنفس فيه، فعليك ان تقوم بتجميع اشياء للتنفس، هناك بوسات فيه واشياء كثيرة جدا ومناطق كثيرة ستضاف، ومع المناطق سوف تتطور قصة اللعبة. إذا أنت ركزت قليلا في القصة فمبروك عليك، لأن قصة اللعبة سوف تتحسن كثيرا، وسوف نعتمد كثيرا على الدايمنشنز الأخرى، خاصة نرى أن الأماكن الجديدة تعتمد على القصة، هناك يمكنك التغيير بين العوالم في المكان الجديد، هناك حتى كويك ساند يمكنك أن تغرق في الرمال المتحركة، غير ذلك هناك كثير عن الزمن والسفر، وهذه الأمور في القصة سوف تصبح أفضل. لكن لنتكلم عن الأشياء التي تهتمون لها التي سوف تبقى للأبد. إذا انتهيت من الإكسبلوريشن سوف تبقى لك الديليز وهذه الأمور، ولكن الآن لم تعد هذه الأشياء فقط موجودة، لأنه تمت إضافة أشياء كثيرة للإند جيم. تكلمت عن الميني جيمز قبل قليل والكار ريسينج، ولكن هناك أيضا مود الباتل رويال. نعم كما سمعتني، سوف يضيفون مود الباتل رويال في اللعبة، واللي حسب آراء الناس الذين جربوا في النسخة الصينية استمتعوا به كثيرا، وأيضا ليس في أي باي تو وين وأي شيء من هذا القبيل، المكان يعني بالانس جدا، يشتغل مثل اي لعبة باتل رويال، تنزل بدون اي سلاح، تقوم بلوت لبعض الصناديق، تحصل على صناديق من هذه اللوت، هناك زون يجب ان تهرب منها، واخر واحد يبقى على قيد الحياة هو من يفوز. تقريبا هناك 50 لاعب في هذا المود او 100 لا اعلم، لكن سيكون عدد ضخم من اللاعبين هناك. غير هذا هناك مود الباتل جراوند، لا اعرف اسمه الحقيقي لكن اسميه باتل جراوند مثل اسم الذين يلعبوا لعبة وورد اوف ووركرافت. مود الباتل جراوند في وورد اوف ووركرافت هو نفسه، تلعبون 8 ضد 8، كل شخص عليه أن يحمي البيس خاصته، عليك أن تحتل منطقة اللي ضدك، واللي ضدك يجب أن يحتل منطقتك، فيجب أن تدافع وتهجم في نفس الوقت. هناك فيه مودات كثيرة مثل كابتشر ذا فلاج أو أن تسيطر على منطقة، وأيضا هناك أن تقوم بقتل بعض البوسات الموجودة في ذلك المكان اللي هو PvPvE يسمى، فهناك بوسات تقتلهم وتحصل على أشياء لتقوي نفسك. وسمعت أنه هناك إشاعة أنه هذا لن يكون أيضا بيتوين، وحتى الجير الذي تلبسه سوف يكون هناك جير جديد تلبسه مخصص للبي في بي، وتحصل عليه من البي في بي بوينتس، فهو سيكون شيء جميل جدا. مود الباتل جراوند سوف يضيف تنافس كبير في اللعبة وشيء ممتع جدا. مود آخر سوف يكون الريد. الريدز هي تقريبا الدنجنز الصعبة التي سوف يكون فيها بوسات قوية جدا جدا، لأنه أقل أو أسهل ريد ستحتاج ل 52 كومبات سكور، يدخل 8 لاعبين لكي يكملوا الريد، فهي ليست بتلك السهولة، وحتى مع 52,000 كومبات سكور ستكون صعبة، فسوف تضيف أكثر تنافس وصعوبة للبي في اي أيضا. أيضا سوف يضيفون الكوب تاور أو الكوب بايجون فانتازم، نفس البايجون فانتازم أو سبايرل لكن كووب، يمكن لأربع أشخاص أن يقوم به معا، وأيضا سوف يعطي الكثير من السحبات وهذه الأمور. إضافة أو شيء جيد آخر أنهم يعملون على إصلاح أغلب المشاكل، حتى الآن هناك مشاكل يتم إصلاحها، الورد بوكس
البوسز لا يوجد فيها لاج بعد الآن. إذا تلاحظ تدخل مع 30 شخص ولا تكون هناك أي لاج في الورد بوسز. أيضا سوف يضيفون الكثير من الإيفنتس القادمة التي ستعطي سحبات كثيرة، وأيضا كما قلت قبل قليل الشخصيات التي ستأتي مع الإيفنت والقصة سوف تغير الميتا بالكامل، وسوف تكون هناك شخصيات ممتعة جدا. يا جماعة لا أنتظر لكي أشرح هذه الشخصيات، قولوا لي لو تريدون أن أتكلم عنها أكثر الشخصيات كلها، لأننا نعلم تقريبا ما هي الشخصيات القادمة. هناك شخصيات ستأتي قريبا نعرفها، كلوديا وكوبالت بي، ولكن هناك شخصيات مثل لايرا قوية جدا، مارك شخصية أسطورية، والكثير والكثير من الشخصيات الأخرى التي تبدو قوية وممتعة. شيء آخر أن اللعبة سوف تبتعد عن كونها تقليد. نحن نعلم أن اللعبة قلدت الكثير من جنشن، هذا شيء واضح، أخذت الأشياء الجيدة وبعض الأشياء السيئة، ولكن اللعبة سوف تصبح أكثر تاور فانتزي الآن. سوف تصبح لعبة مختلفة بتشابه أكثر للأماموز، وتبتعد قليلا عن الجاتشا، وسوف تكون فيها أشياء وإضافات كثيرة لا تعتمد كثيرا فقط ادفع لكي تربح هذه الأمور، وهذا شيء مهم جدا للفاليو الخاصة باللعبة. فإذا أنت شخص يهتم كثيرا بالبي في بي، فبالفعل هناك إضافات كثيرة مهتمة بالبي في بي، وحتى البي في إي بصراحة هناك إضافات قليلة نوعا ما، ولكن إذا أنت شخص يهتم بالبي في بي في اللعبة وليس فقط البي في إي، تلعب اللعبة لأنها MMO وليس فقط لأنك جئت من جنشن، سوف تستمتع كثيرا 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 بالأشياء الجديدة التي سيضيفونها، بوسات وطرق لعب وإصلاح مشاكل قادمة في اللعبة. فقولوا لي رأيكم عن هذه الأمور، أنا متحمس جدا، قولوا لي رأيكم، هل سوف تعودون للعبة أو إذا أنت تلعب اللعبة هل سوف تكمل فيها؟ اللعبة تحاول أن تثبت نفسها والشركة تحاول أن تعمل عليها على الرغم من كل المشاكل التي تحصل. أنا أعتقد أن اللعبة سوف تصعد كثيرا مستقبلا وسوف تكون أفضل بكثير، والكثير من اللاعبين سيعودون لها، وأيضا أعتقد أنها ستستقطب لاعبين جدد كثيرا. أعتقد أن بدايتها ليست مثل جنشن، جنشن بدأت بداية جيدة ولكن بعدها أصبحت أفضل بكثير. نفس الشيء يحصل مع لعبة تاور فانتزي. هذا كان فيديو اليوم، شكرا للمشاهدة، اتصل لايك واشترك لنصل 50,000 مشترك في أقرب وقت، وقول لي ما هي فيديوهات كما قلت تاور فانتزي التي تريدونها مستقبلا. السلام عليكم.